ريتا سركيس مصممة أزياء، مدربة أسلوب وأساتذة جامعية، موجودة معنا اليوم. بنحكي اليوم عن تأثير الحروب على السلوك وعلى أداء الإنسان وحواسه. بونجور. طبعا صباح الخير كاتسا، كيفنا اليوم؟ نعم، صرنا معودين كاتسا بعد كل الحلقات نشوف من بعد هالحلقة إذا رح نصنف بمناح أو مش مناح. مزبوط. بتعرفي كاتسا بعد الحلقات اللي بنحكي فيها على طول صرنا معودين إنه الأنماط التصرفية بتصدر منها هي ناتجة عن العقلية ودونك العملية العقلية، لكن العقل هون مصدر لدراسة الإنسان والاكتشافات اللي تعنى بالإنسان. هلا العقل اللوجيكال برين، نحن بنقوله عقل المنطقي، اللي ثلاث ارباع العالم بتحكي عنه، بنشتغل عليه بالويلبينج، بالكوتشنج، بالسايكولوجي، بنحدد من خلاله هويتنا، بنشتغل على ثقتنا بحالنا، على ليميتنج بليف، معتقدات محدده، على الثقه بالنفس والى اخره، بيكون بمعظم الاوقات منهك، مثقل بالاحكام، حتى بياخذ وقت لنعمل بروسيسنج للداتا، ايفن الطاقه القيمه اللي عندنا اياها بيصرف على التفكير كيف ممكن تكون الاشياء ام كيف ممكن كان لازم تكون الاشياء، وهذا شيء طبيعي and also requested. ولكن هالفوائد اللي نحن هالمواصفات اللي عم نحكي عنها ما بتنفع لما نحن ننوجد فجأة بموقف حرب، موقف نحن خطر، بعيد عن regular framing تبع حياتنا، بعيد عن روتين حياتنا. هون انا المطلوب هو البديهة. البديهة اللي مصدرها العقل البري اللي كل شخص فينا بيتمتع فيه، وايلد برين، اللي اثبتت الدراسات من الاف السنين انه هو بينوجد واختبر بالميدان. سو نحن مؤلفين من كومبوزد اوف عقل منطقي اللوجيكال اللي بنشتغل عليه بمعظم اوقات حياتنا، ولكن هيدا العقل المنطقي بيصير ريسيسيف، نشاطه بخف لما نحن ننوجد بموقف خطر. اللي بيعلى هون هو العقل البري، ذا وايلد برين، هو اللي منه بتصدر ردات الفعل دفاعا عن النفس. المنطق البري ما بيخضع لحدا، ما بيسمع لحدا، ما عنده تقيد ولا بالتهذيب ولا بالسياسات ولا بالمشاعر، هو جاهز يعمل المستحيل للحماية، وهذا هو المطلوب بالمواجهات. العقل البري بيساعدنا نتمسك بأكثر ميزة إنسانية اللي هي الحدث، الانتويشن، وهذا هو المطلوب نحن بس نكون بمواقف حرجة، وخاصة إذا كان العقل مرن على الباكجراوند اللي نحن وينيدت وعلى الأفكار المناسبة. مثلا ردات الفعل العقل البري اللي ثلاث أرباع العالم ما بينتبهولها هي الشجاعة والخوف. لما نكون نحن بموقف معين، الشجاعة اللي هي the star of four stories بنحكي عنها على طول بقصص الخيال، وفي عنا الخوف كمان. هلا ضروري نوضح انه الخوف مش مثل ما معظم الاشخاص بيفكروا انه هو ردة فعل سلبيه، بالعكس ردة فعل ايجابيه، بيحضر لنا جسمنا لردة الفعل، مثلا الهروب. لهيك بتشوفي انت في عنا بصير تدفق للدم بالايدين وبالارجل، بصير في عنا لاكتيك اسيد بحمي لنا العضل لحتى نهرب لنركض، بشوفي بصير في عنا تسارع منتظم لدقه القلب للنفس، هذا الشيء ايجابي، عم نحضر حالنا الادرينالين، قدام نسمع بالادرينالين، كورتيزول هرمون النجاة اللي هو اللي بيطفش اصلا الدم لحتى يجمع وينشف لما يكون في عنا نحن جرح. هلا كمان مش يعني على طول ردة الفعل العقل الوايلد برين بتكون إيجابية، كمان بتكون بكثير الأوقات سلبية، خاصة إذا كان الموقف بيكون فيه عنف شديد مثل ما عم بيصير هلا، بيصير في عنا ضعف بالرؤية، ضعف بالسمع، ضعف بالحكمة، ضعف بالمهارات الحركية، إلا إذا كان العقل والجسم مدموجين سوا. لما يصير في عنا دمج بين هالطرفين بتخف هالأمور اللي نحنا عم نعيشها. هون دور التوعية الأفراد، دور تعليم العقل على أخذ أول شيء القرارات السليمة الصحيحة وردات الفعل الصحيحة. هلأ إلا إذا التكنولوجيا لغيت الإنسان بالخالص، which is impossible، قد ما نحنا نتقدم بالتكنولوجيا الإنسان هو الأساس. الحواس السنسز هن البنية الأساسية للوايلد برين لما يطلع على الكونشس مايند تبعنا ونحن منقوم بردات الفعل. يعني السمع لما نسمع منحنا الضرب، لما نسمع الصريخ، الألم، الأنين، الفيو، النظر، لما نكون عم نشوف المشاهد العنيفة،
اللمس لما نكون بتضارب مع العناصر اللي عم نوجهها، وللأسف بأغلبية الأوقات الحواس بهالمواقف هي بتكون ان كونتاكت مع العدو الإنساني أكيد الجسدي أكثر من المحبين. لهيك ضرورة التدريب على العملية العقلية، وبالتالي لناخد نحن ريسبونس لنقدر نحمي حالنا. هو خيار، أولا بدي أخذ الخيار اتدرب. أنا هن تو أوبشنز ما عندي غيرهم، يا بدي أكون الضحية يا بدي أكون المحاربة. المحاربة بدي أكون عم بعمل مستحيل لأحمي حالي وأحمي عائلتي بظل الخطر اللي عم نعيشه، يا بدي أكون الضحية، يا بدي حارب وأنا مش محضرة الضحية، يا أصلا ما عندي نية أنه أنا حارب. So, أول شيء خميخ ستيب أنه بدي أخذ قرار أنه بدي أتدرب على هالموضوع. هلا سأليني كاتيا كيف بصير التدريب لحتى نسهل الموضوع؟ الطيار كيف بيكون مدرب بموقف معين يقوم بخطوات معينة؟ طبيب الطوارئ بموقف معين بيكون مدرب ليقوم بخطوات معينة. الدفاع المدني والصليب الأحمر كذلك الأمر مدربين ليقوموا بخطوات أساسية معينة كذلك الأمر. بدي أدرب حالي وبدي أحط براسي أنه أنا لما نكون بموقف معين بدي أقوم بخطوات معينة. هلأ التدريب مش هين أبداً ومش سهل أبداً لأنه يعنى بالإنسان، وهون بحكي عن interpersonal human aggression، الخوف من العدوين البشري. في كتير أنواع خوف وحتى الفوبيا، بدي روح للآخر كاتسا معك. إذا نحن منحط بأوضة 10 أشخاص بتشوفي ردات فعل مختلفة، بتحط سنيك بتشوفي عدد من الأشخاص يا أما بيهرب يا بتشوفي عالم عم تركض تساعد الأشخاص اللي تضررت، يا بتشوفي أشخاص هني عم بينطوا على الحية عم يجربوا يقتلوها. إذا بتحط العكس صحيح بتشوفي مثل ما تشوف هون عم بتشوفي ردات فعل مختلفة. بينما إذا بتحطي أنت شخص مع وابن بإيده بتحطيه بسبيس معين ببلش الشخص يرمي هالأشخاص اللي حواليه، ما بتشوفي 99% اللي ردة فعل الواحد اللي هي الهرب. هالقد لما يكون عنا بمواجهة مع الإنسان الآخر بيكون في عندي خوف من الأجريشن. This is why هالتدريب لما يعنى بالتواجه الإنساني بيكون بده تركيز وتدريب خاص ومثقف. من هون بدي بلش أنا بفكرة التمرين، بدي مرن حالي على الرؤية اللي أنا بدي اتواجد معها بالميدان. انتبهي مش ضروري تكون بس سلبية، فيها تكون الانتصار المجد وفيها تكون حتى الخطر. الانتصار المجد كمان أوقات كتير بيكون عنده ردة فعل سلبية، بتشوفي أوقات سلاح الطائش اللي بنستعمله بوقت الفرح اتسترا وكتير أمثلة. دونك بدي يكون أنا مدربة كيف بدي أتعامل مع هيدي الأمور اللي عم بتصير معي من خلال استعمال الحواس. الحواس لها نتائج بحياتي، بتعلق بالذاكرة طويلة الأمد اللي أنا خلال النوم برمم هالذكريات لتقدر تروح على هالذاكرة طويلة الأمد. طول ما وقعة صعب وتقيل علي خلال النهار، طول ما هي علقت بالذاكرة وطلعت على الكونشس مايند بوقت من الأوقات وبتعطي ردة فعل اللي جاي من وراء التروما والاستيغماتيزاسيون. دونك أنا علي شو بدي أعمل؟ نتائج هالحواس قبل ما تروح على الذاكرة طويلة الأمد خفف لها من حديتها من وقع علي. السبيل الوحيد أنه كون أخلق فاميلياريتي معه، كون أنا فاميليير مع هالصور، صير معود عليها من خلال التدريب مع أخصائيين مع مدربين بهالمجال لحتى يعطوني التوعية واتدرب واعمل الاكشن بالميدان انا كيف لازم اتصرف لما نكون بموقف مماثل. ولكن المهم انه يكون التدريب على قد على ايد هالاخصائيين بمكان ستيبل وامن كاول فرصه كاول خطوه. ليه؟ لانه العقل بحاجه انه يكون اولا بباك جراوند ستيبل امين ليخلق يعلق هالداتا براسه يعملها امبلمنتيشن فيما بعد لخطواتنا. اثنين، حاسه النظر اساسيه بالثيرابي، وهيدي من اهم الاشياء اللي نحن بنعملها كسايكولوجيست وكوتشز، بنخلق تشينجينج ان الروم. وبالتالي انا بدي مثل مثلا حاله فرد كاتيا قاعده حطمي ويقولوا عبارات عنيفه قولي له ازلي بتلاقيه ضعيف، بينما شوفي شخص عم تعطي موتيفاسيون عم تعطي افيرماسيون بوزيتيف عم تعطي طاقه بتحسيه قوي بتحسيه موجود بقوه. وهيك العقل
ليكون فعال بدي أعطي قوة من خلال الصور اللي أنا بدي أتخيلها بعقلي. تقولي لي كاتشا منين بتجيب لك هالصور؟ ما نحن بحالة حرب، من صنع الخيال. الأماكن اللي بحبها، الأشخاص اللي بحبهم، مجبورة فرض واجب علي لأحمي وأعطي القوة لعقلي يقدر يكون يعمل implementation لهالبروسس بوقت الخطر. وآخر نقطة بس كانت أساسية، الحواس هي ترابي للحياة. قد نحن في عنا من أول شيء النظر، قديش في عنا نحن ترابي بتصير من وراء المناظر الجميلة، السمع، صوت العصافير، الموج، الطيور، التذوق. نحن عنا الكوكينج، ترابي باي كوكينج، منحضر طعام لأنه بتحفز الدوبامين سعادة. هول كلهم العمل للعقل يكون ستيبل وريدي يقوم بالخطوات المناسبة. شكرا لك ريتا سركيس، مصممة أزياء ومدربة أسلوب وأساتذة جماعية، أهلا وسهلا فيك. وقفي هلا ونرجع منتابع لايف.